صباح الخير. الحلول مقفلة ولا رئيس في 28 أيلول والستاتيكو الحالي مستمر، انطباع عكسته صحف بيروت هذا الصباح التي وصفت ما يشهده لبنان اليوم بفترة انتظار ظهور معجزات توقف دوران البلد حول نفسه. هل من كلمة سر حريرية في اجتماع كتلة المستقبل اليوم؟ ما حقيقة الاتصالات بين تيارين المستقبل والوطني الحر، وماذا سيحمل الحوار مع حزب الله؟ أسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي عضو كتلة المستقبل النائب الأستاذ سمير الجسر. صباح الخير معالي. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. قبل أن ندخل بتفاصيلنا اللبنانية، بالطبع الأنظار اتجهت بالساعات الماضية إلى نيويورك من وحي القمة المنعقدة هناك. أمجد رسمي بكاريكاتير جريدة الشرق الأوسط صور الأمم المتحدة على شكل شخص ضخم يغفو على الطاولة وهو يستمع إلى نفس الأسطوانة كالأعوام السابقة. بتوافقوا على هذا التوصيف؟ والله 100%. يعني رح نحكي أكيد عن موقف رئيس سلام لاحقا، ولكن هل بينطبق هالتوصيف على اللبناني يلي عم يسمع نفس الأسطوانة أيضا؟ طبيعي علينا كلبنانيين. ايه بالنسبه للموضوع اللبناني والازمه والسجلات. لا طبعا ما هو نفس الموضوع، موضوع يختلف تماما. بس الحقيقه اليوم العالم منحاز والعالم بيغفل على الحقيقه عم يعني، او هو حاطط حاله بيغفل عم يجري في المنطقه وعم يجري في لبنان. يعني اولا اللي عم بيصير بالمنطقه مصر اجزاء تافهه بالعالم باحداث مماثله، الا وكان العالم انخض بشكل ليس له مثيل. اما اليوم بلد عم يتدمر بكامله، شعب عم يتهجر، عم يخلق يعني مشاكل ارتداداته على المحيط بما فيه لبنان، ونحن معنيون بدرجه اولى بهالقصه، والعالم عم يتفرج بمنتهى الصراحه ولا في اي حركه ابدا ابدا. يعني في اشياء كثير ما بتنفهم ليش عم يصير، الا اذا كان الحقيقه في مخطط للمنطقه، وعلى ما يبدو في مخطط للمنطقه، ويمكن بعد ما اتضحت صورته بالكامل، لانه قساهم كمان القوى الدوليه ببعض التجاذبات يمكن على التفاصيل، بس المبدا هيئتهم متفاهمين عليه. فشي بيحزن الكلام على الديمقراطيه وحقوق وحقوق الانسان بالوقت اللي طبعا ابسط الحقوق الانسانيه خديل بتتعلق بمساله النازحين. يعني طيب اوكي في ناس تهجروا، في عم يتغير ديموغرافيا في مكان ما، انت شو وعم بيتهجر على على لبنان، لبنان عم يتحمل عبء مش معقول ولا قادر انه يحمله، بس بيحكونا انه هن بيحيوا الروح اللبنانيه المضيافه، وبعدين الحقيقه عمليا ما في شيء الا الحقيقه فوتات ما بيعني شيء. يعني ولدنا عم يغير شيء برايك؟ انا برايي ما في شيء، والدليل انه لا اقرروا اموال، لا رجعوا الاموال اللي تقررت في السابق. نعم. انه والله شو صار فيها، لا عم يتحضر لشيء لعمليه المستقبل، ما في استيعاب ولا في مشروع خطه لاعاده اللاجئين على الاقل في مناطق امنه بسوريا. طالما بدانا الحديث بهذا الموضوع لنبقى به. رئيس تمام سلام بحسب كاريكاتير غانم بالجمهورية دعا لخريطة الطريق لحل أزمة النازحين. ووصفت أوساطه كلامه أو موقفه بأنه يعلي الصوت ويدعو لإنقاذ لبنان من الخطر. صحيح. ما بعرف إذا رح نشوف الكاريكاتير ومنها سأسألك السؤال بعد وقت قليل. إذن هل الخريطة اللي طرحها الرئيس تمام سلام ممكن تكون لها حظوظ أفضل من المواقف اللبنانية السابقة، وكيفية مقاربتها لهذا الموضوع؟ هي فيها منهجية، فيها عقلانية، فيها تدرج، لكن الحقيقة قديش الاستجابة الدولية؟ نعم، هو هذا السؤال الأساسي. في توافق عليها لبنانيا؟ بتصور أنه أولا ما كان في اختلاف، بعدين بصراحة أنه اللي بيحكي باسم لبنان هو رئيس الحكومة، بالأخص وقت بيكون هو كمان عم يرأس الوفد اللبناني. ما بتصور في كان اعتراض لا بالداخل ولا سمعنا بعد اي كلمه اعتراض. بالنهايه شو عم تحكي؟ عم تحكي على انصاف لبنان، على مساعدته، على اعاده النازحين، على رسم خطه الطريق والتدرج بعمليه الاعاده. يعني بتصور هذا كلام عقله ومنطقي، وما بتصور انه في حدا. هي الخريطه هو رئيس سلام نفسه يمكن مش فهمانه بموجب الكاريكاتير.
لا، البعض توقف هون عند صدفة انه موقف لبنان بخصوص موضوع النازحين والموقف اللي كان عم بيعلنه الوزير سجعان أز امبارح وزير العمل، نعم، بخصوص كمان كيفية عودتهم ليبقى لبنان نعم وسوريا للسوريين. نعم، هلا في تناقض بين الموقفين بالخطوط العريضة، ما في تناقض، هلا يمكن بالتفاصيل ما بعرف قديش عملية انه تكليف الدول العربيه ان هي تمول، يعني هالقصص هذه ما بعرف قديش الحقيقه، يعني هي المفروض العالم كلياته، نعم، ما بعرف قد ايه عملانيه. سلام، بحسب جريده المستقبل ينذر العالم وطني ينهار، لبنان معرض لخطر الانهيار ما لم يسارع المجتمع الدولي لوضع تصور جدي عملاني لإعادة آمنة وكريمة للنازحين. صحيح. طب إذا كان العالم، إذا كانت سوريا أمام أنظار العالم تنهار، الألاف يقتلون ويشردون، العمران والبناء كله ما حدا سأل. صحيح. هل رح يسألوا على لبنان يلي معرض لخطر الانهيار؟ والله بشك، اولا ما نحن منا بيقول اول اهتمامات الدول، نعم، الغربيه والعالم كله، يعني هلا يمكن في بعض الاشياء، بعض الفوتات بشغلات ومساعدات هذا، لكن هيدي الى ازمه الى انعكاسها السياسيه على البلد، واذا ما بينت اليوم ولا هي بلشت تبين، بس يمكن حيكون الى تداعيات اكبر، الى تداعيات اقتصاديه، الى تداعيات اجتماعيه. طب يعني بالنهايه ده بيحمي هذا البلد. قديش الأزمة السياسية اليوم هي اللي عم بتغرق البلد كمان أكثر فأكثر؟ مش بهذا الموضوع، هلا بهذا الموضوع، مش بموضوع النزوح، لأنك بموضوع النزوح بلا كان في اختلاف بالأول على كيف طريقة استيعاب قصة النازحين، ونحن لو بعتقد سمعوا من الأول إنه والله عامل مخيمات مضبوطة من قبل الدولة، وضعهم فيها ممكن إنه الواحد حتى يأمن تمويل لها وقت اللي بيكون الأشياء محصي وظاهر تحضير لعملية العودة، بعتقد ان كنا اشتغلنا بطريقة افضل بكتير مما هلأ جيري، انه هلأ في كتير ناس من النازحين ما معروفين وين ان منتشرين في البلد. الوقت فات عم بيضربوا على على نعم، هل الوقت فات انه يتم احصاؤه؟ لا ابدا، انا برأيي ممكن، وممكن اذا انشئت هذه المخيمات بصورة مؤقتة بمناطق حدودية، طبعا اذا بتنشأ بسوريا بيكون افضل، بس انه اذا كان هذا متعذر انه ممكن انشاء بالمناطق، ممكن ربط كل التقدمات بس اللي هن بينضبطوا بقلب المخيمات، فممكن انك ترجع تصلحي الامر، لكن بكل الاسف طبعا هذا كمان مكلف، لانه اذا بدك تعملي هذه المخيمات كمان هذه مكلف، والدولة اللبنانية اليوم ما بعتقد انه عند هذه البحبوحة انها تقدر تعمل شيء، عندها مشاكل ناطرة المساعدات. كمان سياسيا معالي الوزير، الأنظار تتجه لجلسة 28 الجاري، لفتني موقف لمعاليك اليوم بجريدة الجمهورية، بتقول لا مؤشرات تشي بإمكان انتخاب رئيس بجلسة 28 الجاري. صحيح الكريم. نعم صحيح، وشفت بمواقف حزب الله من هالموضوع تكرار للمواقف نعم السابقة. اولا على ماذا اعتمدت لهيك تنعى سلفا جلسه 28؟ يعني ممن مش عم بنعيها سلف، عم بحكي انه انا ماني شايف مؤشرات، لانه حيصير في انتخابات، لانه يكون في مؤشرات تبقى القوى السياسيه كلها متحركه او في مناخ بهالاتجاه. بعد في جمعه تقريبا. ايه بعرف، بس لحد هلا ما في ولا حركه انتبهت شو، يعني لا عند امل ولا عند الاشتراكي، ولا بعد في عنا قرار والى اخره، كله يعني بشوفي انه ما في شيء، نحن قرارنا الوحيد ان نأمن الانتخابات وننتخب بال الشخص اللي هلا لحد هلا نحن متبنيين ترشيحه، اكثر من هيك ما في اي شيء. قبيله عم بيوازيه انه في ناس ما بتنزل على الانتخابات الا اذا كان يا بتنتخبي لمرشحها يا ما في انتخابات، هذا كلام صريح وواضح، يعني ما في اللي اطلقوا جامد، فاذا كان ما بدهم ينزلوا على الانتخابات كيف بتتم انتخابات، واذا كان ما بيقبلوا الا بالمرشح تبع، اذا ما بيقبلوا الا بدك تسحبي كل شيء في مرشح، كيف بده يصير في انتخابات اذا ما بيقعد في انتخابات؟ ما في حركه الا رهانات على تغير بموقف رئيس الحريري. تغير بدها تكون شو يعني، ليش العونيين باعلى نسبه من التامل يعني بهالموضوع. اول شيء هلا مؤسف انه كلياته عم ينحط عنا،
انه نحن معطلين للانتخابات. يعني صدقا يعني هذا ما بعرف يعني قمة استسخاف الناس، يعني استسخاف عقول الناس. انه اللي بينزل على الجلسة بيقول انا مستعد لانتخب، وتفضلوا امنوا، تفضلوا كفوا، تعالوا نكفي النصاب لنجري انتخابات، مش تعيين، انتخابات. نعم. هذا بيكون عم بيعطل. اما اللي الذي لا يحضر واللي بيقول ما بقبل الا يا فلان يا ما في، هذا ما بيكون عم بيعطل. شو هذا المنطق اللي هو بدينا انه ليش نحن بدنا دردخانيه؟ وين المصلحه الوطنيه؟ وين المصلحه السياسيه فيها؟ بتصير بالعماد عون؟ صحيح. لانه تعالوا رضخوا انه شو يعني؟ اولا كلام، شو الكلام اللي عم ينحكى؟ اولا انا عن جد بطرح سؤال اذا كان عن جد الحزب بده اياه. لانه هذا الكلام الاستفزازي اللي هو مش موجه لنا، موجه لكل القوى الناخبه. انه بدكم انتخابات؟ هذه الطريق، ما في ما في ما بتنتخبوا الا عماد عون، ما في انتخابات. عم يحرجكم الحزب بهالموضوع ام عم ما بيحرجنا؟ اولا هذا كلام استفزازي، انا عم لذلك عم بطرح سؤال انه عن جد هو بده اياه؟ يعني اللي بده اياه بيسعى انه والله مثلا لا يامن له الهيئة الناخبة، لا يقنع الهيئة الناخبة، هل هذا مقنع للرئيس بري؟ أصلاً بيرح الرئيس بري حكي أنا ما بمشي بالطريقة. طيب هذا مقنع للوزير جنبلاط؟ إنه هذا يعني لازم يكون مقنع لنا؟ من هو ورده؟ أنا شخصياً أنا عم بحكي هلا بقى كسمير جسر، أنا هذا لا يمكن يقنعني ولا بشكل من الأشكال. وبعدين على شو؟ على شو؟ يعني معلش التجارب. هل الدعوات المتكررة من حزب الله مسعى لاحراق العماد عون نهائيا؟ ما بعرف يعني بهالطريقه. ما بعرف بس انا نهائيا يعني امبارح نايرة تويني كتب مقال بهذا انه يا اخي انتم عم تدعموا انه ما بيخدموا بهذا ما بيخدموا الطريقة. شو عم تخدموا؟ بعدين انا شو هالطريقه انه ياها يا ما في انتخاب؟ العماد عون ما بيعرف بعدين هذا انتخاب؟ يعني وقت الان بيجي بقول ما في انتخاب الا لشخص، شو الفرق بين الانظمه التوتاليتاريه؟ هيك بتعمل انتخاب من الديكتاتوري واحد بيترشح وبس لا وهيك بصير مش بيتفقوا على شخص بيكونوا متفقين بتدللوا الاتفاق فرق بين الاتفاق وبين بين الالزام. انا بالنسبه لي انا ما بشوف في اي شيء، انا وين المصلحه الوطنيه فيها يعني؟ ماني عارف انا بانتخاب العماد عون انه كونه الاكثر تمثيلا، كون المسيحيين بمعظمهم اتفقوا عليه، يعني هن والقوات الاكثر نسبه بالتمثيل. نعم. وانتم ما وقفتوا الاتصالات معهم؟ لا نحن يعني ما وقفنا. لا اكيد لا لا اكيد. على شو عم ولا مره ولا مره نحن وقفنا اتصالات مع ولا طرف سياسي ولا طرف سياسي. نحن منفتحين على كل الاطراف السياسيه ونحكي معها، بس انه نحن وين المصلحه الوطنيه بانه تعوا انتخبوا؟ ها ما عندنا شيء في عنا هلا بصريح العباره، في اشياء غير مشجعه للتجارب الحديثه وللتجارب السابقه. انه بالتجارب الحديثه جينا نحن بعد الدوحه وقت اللي اجى الرئيس الحريري الف حكومته. طيب يعني اول شيء قديش تعسر تاليف الحكومه بس بالاخذ والعطي وهذا كان هو منتصر بالانتخابات ومدد ايده، وقبل كان السيد حسن نصر الله بيقول انه يا اخي اللي بيربح يالف الحكومه اللي بده اياها. وقت اللي جينا عم نقول له نحن مستعدين نعمل حكومه ائتلاف وطني صفينا بدنا نشرط بعمليه السلسله المعطل. طيب وصلوا لعمليه قصه اختراع الوزير الملك انه واحد هذا حيادي. طيب كيف انتهيت؟ هي اول شيء ما خلوه يحكم اكثر من 3 شهور، قضينا كل الوقت بعمليه ال شو بيسموها شهود الزور وهم شركاء بهذا الامر. بعدين انه هلا بيحكوا عن ميثاقيه، بيحكوا عن ميثاقيه شكليه الميثاقيه، هلا بشرح شكليه الميثاقيه، بس شكليه هالميثاقيه يعني اذا عم يحكوا الميثاقيه انه يعني المفروض انه التمثيل الطائفي، فلا اولا الميثاقيه ما نهى فكره الميثاق وقت اللي صدرت ب 43 كان في دستور معمول من ايام الفرنسويه، ما كان في اي توازن، اسمه نظام ديمقراطي برلماني، كان عاطي سلطات لرئيس الجمهوريه اقوى من سلطات النظام الرئاسي، اجوا بعد الاستقلال يقولوا لهم ما بتركبها، عدلوا بعض الشغلات بميثاقيه بدون ما يتعدل الدستور. اليوم الميثاقيه الجديده هي الحياه اللي تضمنها الطائف واللي ترجمت كلياتها نصوص دستوريه، فتفضلوا تقيدوا فيها، ما بنجي بنخترع قصص جديده. هلا بيصفي انه ما بننتخب عماد ميشيل عون، خرقنا الميثاقيه. طيب بس انا بدي اسال سؤال، اذا نحن ما قبلنا نصوت انه والله لعماد عون عم نخرق الميثاقيه، طيب شو بيحكوا اليوم الرئيس الحريري؟ مش هو الاكثر تمثيلا في الطائفه السنيه؟ نعم. كان ولا يزال، انت بتشوف. طيب هذا اذا سقطناه ما بنكون عم نخرق الميثاقيه، واذا ما انتخبنا ما بنكون عم نخرق الميثاقيه؟ لك اي تفكير هذا؟ اي توازن بالتفكير هذا؟ اي توازن بالتفكير؟
على اساس انه اللي مضى مضى واليوم انه جينا الفنا اللي مضى جينا فتنا بقصه الحكومه الجديده تفهمنا نحن وياهم وتساعدنا والفنا حكومه. طيب لمين معطل الحكومه؟ كل ما واحد نعم. براسه شغله بنطلع بالمسيحيه وعدم تمثيل المسيحيين، انتم صرتوا طائفيين، انتم صرتوا ده شكله هلا اذا انا اليوم اذا بصراحه انا اليوم عم بحكي كسمير جسد، اذا عم بعتبر بانه يا اخي هلا هذا هو هلا بحاجتي لحتى انتخبه اوكي وعم يعمل فيني هيك، طيب هذا بكره اذا كان لكن شو اسمه استلم شو 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 بيعمل فيني بعد ما تسقط حاجته بعدين انه يا بتنتخبونا يا بننزل على الشارع. طيب شكله هذا النمط شو اللي تغير؟ يعني اذا بترجع الى الحياه حتى التجارب السابقه وقت اللي كان بعبده وكان رئيس حكومه انه والله ما تفهمنا مع الوقت نعمل حرب الالغاء، ما تفهمنا مع مجلس النواب بنحل مجلس النيابه. طيب شو اللي عم نعمل؟ بس اليوم الامر اختلف معي. شو اللي اختلف؟ يعني القوات اللبنانيه يلي كنتوا معها بنفس الحلف مقتنعه كما يبدو بشعارات العماد. هي قناتي انا عامله قناتي انا ما انا قناتي. وانا برايي هذه ما في لا مصلحه وطنيه ولا مصلحه سياسيه ابدا، انا حر. ومن يقول بعدين اليوم هلا اليوم هو عم بيهدد بالشارع ولا الى اخره، بس بقوته ولا بقوه الحزب؟ لا اليوم الحزب يبدو انه ما راح يشاركوا به. العظيم بس بيقبلوا بعض بيتركوا يتمادى، ما بعتقد القوات اللبنانيه بينزلوا يشاركوا. اسمعي قالوا اذا كان العنوان يتصل بالميثاقيه وبقانون الانتخاب انه بينزلوا بتغير كل مع كل حدا بينزل على الشارع كل مره بنطلع ابوه على شكل وبنحط ساعه الموسيقيه وساعه قانون الانتخاب، واذا كنت عم ترتبط بهالشغله شو اللي عم يرتبط بهالشغله؟ شكله هذا الشيء اللي بده يتخذ كل شيء بالشارع. معلش هلا في شيء بدي اقول لك اياه، انه اليوم اذا مثلا بدهم ينزلوا انه والله يستعملوا الشارع مشان هالشغله انه هلا بدافع من الحزب اللي او يعني بتغطيه من الحزب اللي انه اليوم هو اعتبري عم يختار يمكن الاكثر تمثيلا، خلينا نمشي معك. طيب وبكره اذا كان اختار شيء ثاني شو بنعمل؟ بنضلنا ماشيين على نفس النمط بننزل على الشارع؟ يعني هذا لعب خطر. في شيء نرجع على الدستور كيف بيتم الانتخابات؟ ننزل على مجلس النواب اي واحد له حق يترشح وفقا للدستور، اي واحد له حق يترشح على النيابه له حق يترشح على الانتخابات. تجري الانتخابات مين ما بده يطلع صحتين على قلبه بنطلع اول الناس من هني، بس ما حدا في يلزمني انه روح انتخب. هو يعني البعض بيقول مش من باب الالزام معالي الوزير، من باب انه اذا وصل الرئيس بدون غطاء سني يعني بدون موافقة سنية على وصوله ما رح يقدر يحكم بالنهاية، او بده يكون كل عهده تشنجات وغيره. يعني هيك بيقولوا هذا كلام مقربين. اولا نحن عندنا تجارب سابقه، اجى الرئيس مئاتي ما كان عنده التغطيه السنيه واستلم وما في مشكله. اي بس ما انتبهت شو وهلا بنقول اليوم وبكره وبعد بكره انتبهت شو ما في مشكله ابدا، بس يتفضل بس يمشوا بالاصول، بس انه والله لا بدنا نجيبكم بدكم تنتخبونا، واذا ما بتنتخبونا بتكونوا انتم غير ميثاقيين وبتكونوا انتم داعش وبتكون شو هذا الحكي هذا؟ شو الحكي هذا؟ خلينا بعد الفصل. بعدين بدي لك شغله، رئيس الجمهوريه صحيح هو مسيحي ولكنه رئيس للبنانيين كلياتهم. بعد الفاصل، هل يقدم حزب الله للحريري ما يطلبه من ضمانات؟ بدي اسالك عن مضمون ما كتبته ملاك عقيل بخصوص الضمانات المطلوبه بعد ما نتوقف مع اول فاصل.